لو انت واحد من الناس اللي بيفكروا يعملوا تقويم لازم تتفرج على الفيديو ده قبل ما تاخد الخطوة دي. بكل بساطة انا اشرح لك في الفيديو ده ايه الفرق ما بين انواع التقويم وليه ممكن تعمل نوع وما تعملش النوع التاني. من المعروف ان احنا عندنا نوعين ثابتين وهما التقويم العادي اللي هو عبارة عن فصوص او براكت بتركب على الاسنان، والنوع التاني وهو التقويم الشفاف المتحرك اللي بيكون عبارة عن قوالب المريض بيقدر يلبسها ويشيلها وقت ما يحب. فمهم جدا عندي انك تعرف الفرق ما بين النوعين دول وايه المميزات والعيوب بتاعت كل نوع فيهم. انا هقولك على 10 عيوب موجودين في التقويم العادي ومش موجودين في التقويم المتحرك الشفاف اللي هو اسمه اللاينرز، عشان كده الفيديو ده مهم جدا بالنسبة لك علشان تقرر انت هتعمل انهي نوع فيهم وايه الفرق ما بينهم في السعر او في المدة وفي كل حاجة. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، لان لايك دي معناها شكرا للمحتوى والمجهود المبذول. انا جربت بنفسي وركبت تقويم عادي لمدة 2 كاملين، فعندي تجربة كاملة كطبيب وكبيشنت، فبحكي لك من منظور متكامل. اول عيب في التقويم المعدني وهو الشكل، بيبقى عبارة عن حاجات كتير متركبة في بقك شكلها لونه اسود او حتى شفاف بس في واير او سلك محطوط، فالشكل العام ما بيبقاش دايما احسن حاجة. يعني الشكل مش سيء لكن بعض الناس مش بتحب شكل التقويم ده، وناس تانيين بيحبوه جدا وبيركبوه. فموضوع الشكل ده نسبي، لكن في المجمل بيبقى فيه شكلك مختلف لان فيه فصوص او براكت راكبة على اسنانك وسلك. في المقابل الالاينرز شكلها بيبقى شفاف مش باين، محدش اصلا واخد باله ان انت عامل تقويم، عشان كده بيبقى حل مشكلة الشكل دي حل نهائي وجميل ومحدش اصلا بيعرف ان انت مركب تقويم. تاني عيب في التقويم العادي وهو انه احيانا بيسبب لك بعض القرح البسيطة في الفم. القرح دي طبعا مش مؤلمة قوي لكنها بتضايق شوية او بتخلي مودك مش لذيذ، لانه هو في معدن او حتى براكت بلاستيك كبيرة او ريزن فبرضه بتعور. تعال بقى على التقويم الشفاف المتحرك، بيبقى كله على بعضه قالب بسيط معمول من البلاستيك، ناعم جدا طري مش بيعور ولا بيخدش ولا اي حاجة طالما معمول مظبوط، فحل مشكلة القرح ديت تماما. تالت عيب وهو ان اثناء ما احنا نقفل الفراغات في التقويم العادي السلك في الاخر خالص بيطول شوية، بيبدأ يشكك خدك من وراء من هنا. طبعا بتروح للدكتور بيشيلك الحتة الزيادة في السلك فخلاص بترتاح والدنيا بتبقى زي الفل، لكن العيب ده مش موجود في الألاينرز. رابع عيب في التقويم العادي وهو الاكل. الاكل يا شباب بتلاقي بعد الاكل كمية اكل موجود حوالين البراكت والواير والاسنان، فرح كل الاصناف موجودة. طبعا الشكل بيبقى مش لطيف فبتضطر ان انت تغسل اسنانك مباشرة بعد كل اكلة علشان تشيل كل بقايا الاكل اللي موجودة ومتراكمة حوالين الواير والبراكت. المشكلة بتنتهي طبعا، لكن التقويم الالاينرز مش فيه المشكلة دي خالص لانك مش بتستخدمه اصلا اثناء الاكل، بتشيله قبل ما بتاكل، بتخلص اكلك بترجع تستخدمه تاني فالدنيا بتبقى جميلة. خامس عيب وهو ان بقايا الاكل البسيطة جدا اللي ما بتقدرش بالفرشة توصلها وتنظفها تعمل او بتسبب يعني رائحة نفس مش لطيفة شوية، فبتضايق بعض الناس. لكن في التقويم المتحرك زي ما قلنا انت بتشيله خالص اثناء الاكل، فبالتالي بيفضل دايما نظيف وجميل كويس ومفيش فيه اي مشاكل، خصوصا ان انت بتقدر اصلا تستخدم الفرشة بتاعتك وتغسل الالاينرز دي كلها كويس جدا من جوه وتنظفها بأول بترش عليها معقم وتعقمها فبيفضل كويس. كمان الالاينرز اصلا بتتغير بعد اسبوعين او 3 اسابيع او شهر، تشيل خالص القديم وبتلبس واحد جديد للخطوة اللي بعدها، فمش بيلحق اصلا يعني لونه يتغير منك او يبقى شكله مش لطيف او اي حاجة، لان انت بتقدر تنظفه وكمان بيتغير بعد اسبوعين. سادس عيب في التقويم العادي وهو انك بتكون مضطر تروح للدكتور كل شهر علشان يغير لك الواير القديم ويركب لك واير جديد. الالاينرز بقى انت مش بتحتاج خالص تروح للدكتور غير هم مرتين، اول مرة علشان يكشف عليك ويتفق معاك على خطة العلاج ويشخص لك المشكلة والحل وياخد لك المقاسات، تاني مرة علشان تاخد التقويم بتاعك كله. عشان كده هو مناسب جدا جدا للناس اللي مسافرين برا مصر او هيسافروا او هم اصلا مش من مصر، فبيجي هنا يعمله في مصر سعره رخيص جدا مقارنة ببقية الدول التانية وبياخد التقويم بتاعه كله معاه ومع السلامة. اكتر حاجة ممكن يعملها ان هو ياخد صور كده كل 3 شهور ويبعتها للدكتور للاطمئنان مش اكتر. سابع عيب في التقويم العادي وهو انك ممنوع تاكل اكل ناشف او تاكل اكل سيكي. ليه؟ لان الحاجات دي بتوقع الفصوص من مكانها فبتضطر تروح تاني للدكتور والدكتور يلزق لك فصوص جديدة بفلوس جديدة
وساعات بتضطر تقطع اجازتك او شغلك او كده وتروح للدكتور لان السلك بيبقى فيه مشكله فلازم تصلح المشكله دي وقتها. الالاينرز طبعا ما فيهوش الموضوع ده لان ما فيش حاجه اصلا تبقى متركبه على الاسنان. تعمل عيب في التقويم العادي وهو ان كل اللي بيشوفك بعد فتره بيقول لك ها هتخلص امتى، ايه الاخبار، باقي لك قد ايه. الكلام ده شوية بيوترك وبيحسسك ان الناس واخدة بالها منك ومركزة معاك فانت فعلا عايز تخلص. بعض الناس ساعات لما بيطولوا قوي بيجيلهم شوية يأس. طبعا عندنا الحمد لله محدش بيطول، اقصى حاجة سنة ونص او سنتين، ومنكون واخد لهم صور كتير جدا قبل علشان لما يوصلوا في المرحلة دي نوريهم صور بتاعتهم بيفور ونوريهم قد ايه هم كانوا فين وبقوا فين فمعنوياتهم تفضل كويسة ونحافظ عليها. الالاينرز بقى لا، هو مش باين فمحدش اصلا بيتكلم معاك ولا حد واخد باله، ولما حد بياخد باله بيقولك الله اسنانك شكلها بقى احسن، انت اسنانك شكلها بقى اجمل. بس تاسع عيب في التقويم العادي وهو انك مش بتقدر تفكه غير لما يخلص، ولو فكيته قبل ما يخلص انت بتضطر تعيده من اول وجديد. يعني ركبت التقويم العادي لازم تاخد فترة العلاج كاملة تخلصه تماما بعد كده تفكه من على اسنانك وتشيله. فلو عندك فرح او مناسبة ما تقدرش تفكه، خلاص هو لازم يخلص. ولو زي ما انا ما عملت، لو اضطريت تفكه زي انا ما عملت، كان فرحي فاضطريت اشيله، كان لازم اركب بريسس تاني، تقويم عادي تاني من اول وجديد وابدأ في رومئتو زد. طبعا انا لأ ما عملتش كده وبدأت خلاص الحمد لله في الالاينرز او التقويم الشفاف المتحرك. لان ببساطة لو عندك مناسبة، عندك تصوير، عندك انترفيو، عندك اي حاجة بتقدر تشيله الساعتين تلاتة دولت وبعد كده تخلص وتخدمه تاني والدنيا جميلة وبيس. عاشر عيب في التقويم العادي وهو انه بياخد سنة او سنة ونص، ففي الفترة ديت يعني لحد ما فترة طويلة شوية مقارنة بالتقويم الالاينرز، لان الالاينرز دايما بيبقى نص الوقت من 6 شهور لتسعة شهور بالكتير. فالوقت النص الكواليتي او الكفاءة صدقني بتبقى ساعات كتير احسن كمان من التقويم العادي، لان الكمبيوتر والسيستم شوية مساهم بجزء كبير جدا من تريتمنت بلان، فالوضع بيبقى ممتاز والنتائج بتبقى ممتازة جدا 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 والوقت اقل. فانا شايف بصراحة ان بقى في فرق رهيب في السرعات، هنا كأنك راكب عربية لادا وهنا كأنك راكب عربية فيراري، لكن الفرق ببساطة شوية. بقى الاخير معلومتين مهمين جدا لازم تعرفوهم هو السعر. زمان كان فرق السعر كبير جدا، جاب كبير قوي. يعني لو كان التقويم العادي ساي ب $500 مثلا، $500، فالالاينرز كانت هتبقى سعرها $5,000. لكن وقت بقى ما بقت شركات كتير بتقدر تعمل الالاينرز ديت ومتاحه، فالمنافسه زادت ما بين الشركات فالسعر قل جدا جدا جدا، وبالتالي الفرق ما بين التقويم العادي والالاينرز دلوقتي بقى فرق بسيط خالص. يعني لو التقويم العادي ب $500 أو $600 فالالاينرز بقى ب $1,000 أو $1,200 اللي هو برضو فرق بسيط، اللي هو مش مبلغ عموما، مش مبلغ. ده غير طبعا ان انت بتخلص اسرع، غير كل الحاجات اللي انا لسه قايلها دي. فاضلك معلومة اخيرة في الفيديو ده لازم تبقى عارفها، وهي ان الالاينرز مش بتقدر تعالج 100% من الحالات. في بعض الحالات البسيطة اللي لازم نركب لها تقويم عادي، لان فيها مثلا نب مدفون او في فراغات كبيرة قوي ما بين الاسنان، الالاينرز في الوقت ده هتقدر تعالجك لكن هتاخد وقت كتير شوية وهتبقى تكلفتها عالية شوية. ففي الحالات دي انا دايما بقول للمريض انت احسن نوع ليك هو التقويم العادي لانه هيبقى اسرع وهيبقى اوفر، تمام؟ لكن غير كده 90% تقريبا من الحالات الالاينرز بتبقى فيها مناسبة جدا وجميلة واسهل واسرع. لو وصلت معايا لحد النقطة دي في الفيديو فانا بشكرك جدا على حسن الاستماع، واتمنى تعمل لنا لايك لان لايك يعني شكرا على الوقت والمجهود. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم اللي هنتكلم فيه عن تفاصيل اكتر كتير عن التقويم الشفاف المتحرك، هقول لك ازاي بيتعمل وايه الخطوات بتاعته وايه مميزاته اكتر وايه عيوبه، هقول لك حاجات كتيره جدا عن التقويم المتحرك الشفاف الالاينرز. فاستناني باذن الله فيديو جديد الاسبوع اللي جاي او اللي بعده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مش هننسى نصلي على حبيبنا النبي، فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا معكم عبد السلام محمد والى اللقاء.